أستاذة سيمون، حضرتك شايفة أنه فعلا في تأكيد على الرسالة دي، يعني قدرنا أن احنا نحققها لو الحديث هنا عشان نكون محددين عن مصر؟ بصي على مصر وعلى مستوى العالم العربي، الحقيقة الواحد النهاردة بيشوف انه برغم كل الاعداد وبرغم الارقام اللي اتقالت على انواع العنف اللي حضرتك اشرتي ليها في بداية الحلقة، لكن بنجد ان مساعي انا هتكلم على الامم المتحدة مثلا، لا يعني بدينا نتكاتف كلنا مع بعض. النهاردة كنا في الجامعة العربية، كل الهيئات موجودة بكامل جبهة واحدة وبنقول ان احنا مع بعض ضد العنف، لمناهضة العنف ضد المرأة. كان معانا فنانين كبار، معانا يسرى، كان معانا ظافر عابدين، يعني بنحاول نستغل الاصوات القويه انها تقول في مشكله تعالوا نعمل حاجه. على مستوى السياسات في حاجات اتغيرت طبعا، نقدر نقول يعني النهارده في مساعي لكل هيئه من هيئات الامم المتحده انها تشتغل على الحته دي من ناحيتها. يعني هقول مثلا احنا كبرنامج اليو ان ايدز بنشتغل مع الفئات المهمشه، حياتك بتقولي العنف ضد المراه، طب جوه بقى المرأة نفسها في فئات تانية احنا مش دارانين بيها، يعني المهمشة بقى انا عندي المرأة المعاقة، عندي المرأة المتعايشة بالإتش آي في، عندي المرأة اللي في الملاجئ، المرأة المهجرة، المرأة المسجونة، يعني في فئات احنا حتى ما بنتكلمش عنها. دول بقى العنف اللي بيتعرضوا له دبل اضعاف اضعاف العنف اللي بنتكلم عليه، ويمكن نسب التعريف في عيانين يعني ممكن وفي مرضى، يعني ما هو يعني الفكره بقى ايه، ان الناس دي حتى ما عندهمش القدره يوصلوا بصوتهم، فاحنا بنوصل للصوت ده، بنحاول ننزل لهم ونطلع الاصوات دي ونقول لهم قولوا واتكلموا، لان دول فئه برضو محرومه من انها تقول حقوقها فين وامكانياتها ايه. ايه اللي موصل الامور لكده؟ يعني دلوقتي احنا ذكرنا واتفقنا في الحديث عن المرضى، تبقى ست لا حول لها ولا قوه بيمارس ضدها عنف، ممكن تبقى ست مريضه نفسيا وبيمارس ضدها عنف. ايه اللي موصل البني ادم لكده؟ هي اساسا شخص يعني شوفي زي ما قالت الدكتورة بيعاني من الألم، هي في نوع من الثقافة، احنا لسه ما عندناش ثقافة تقبل الآخر. أنا المختلف عني أنا برفضه، مختلف عني في الجنس، المختلف عني في الحالة الاجتماعية، المختلف عني في التفكير، المختلف عني في المعتقدات. كل ده احنا لغاية النهاردة كمجتمعات، على فكرة مش مصر بس عشان ما تزعلوش، المجتمعات العربية أغلبها بهذا الموضوع ان احنا الازدواجية بالظبط كده، فيعني بنقول حاجة ونعمل حاجة تانية مختلفة خالص. لازم، وده اللي احنا بنشتغل عليه النهاردة. انا يمكن عايزة اقول مش هدفنا بصراحة عشان الناس بس بتفهمنا غلط، ان احنا لما بنقول تمكين المرأة ان احنا نفتت الأسرة، مش هدفنا نسب الطلاق تزيد، ان الواحده لما تنضرب تطلع تروح تعمل قضيه وتفتك تمكين الأسرة. المراه لو بنتكلم عليه بشكل عام اكيد بنتكلم عن تمكينها في الدوله. بالزبط. لسه كان معانا خبر خاص بتعيين سيدتين في مراكز مهمه في كمعاونين لوزير الماليه في وزاره الماليه، وسمعنا سريعا تجربتهم وفرحتهم انه مجهودهم تم تقديره الى ان وصلوا لمراكز لاول مره في تاريخ وزاره الماليه يشغلها سيدة أو فتاة.